الرحمن الرحيم. جمهورنا الكريم في كل مكان، النهارده من اجمل مكان في الدنيا، من جوار سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، المسجد النبوي الشريف والقبه الخضراء الشريفه لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، جايين زياره خاصه جدا ولقاء خاص جدا من المعرض والمتحف الدولي للسيره النبويه. ان شاء الله يكون لقاء جميل وتسمعوا معانا معلومات حلوه كتيره مفيده مهمه تثري العقل والقلب. خليكم معانا. احنا معانا النهارده الاستاذ عبد الله نور الدين، احد اساتذه الشرح بالمعرض والمتحف الدولي للسيره النبويه. هو اللي هياخدنا في الجوله الجميله اللي احنا فيها، ويعني اعتقد ان هو هيقول لنا معلومات وشكل كمان مبهر للحوار والحديث عن السيره النبويه. مش مجرد متحف عادي او معرض عادي، ده في ديجيتال وفي فيجوال، في تكنولوجي، تكنولوجيا وتقنيات عاليه جدا جدا لشرح السيره النبويه وشرح كتير عن التاريخ الاسلامي القديم والمعاصر. طيب اهلا وسهلا، اهلا بيك، حياكم الله. اهلا وسهلا، تفضلوا. طبعا هذا بدايه المعرض وقسم التحيات لله في كل ما هو متعلق بالله سبحانه وتعالى. احنا نتكلم تقريبا عن 100,000 عنوان تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، اسماء، صفات، امر بالتوحيد، نهي عن الشرك، اكثر من 100,000 عنوان. قسم التحيات بالله. نعم، التحيات بالله، الله عز وجل اهل الثناء والمجد. الله. نعم، سيكون معرض بالكامل في المستقبل يعني. صحيح. تفضل. اهلا وسهلا. القسم الثاني هو قسم قصه الكون وبدايه الحياه وخلق الله سبحانه وتعالى، ايضا سيكون معرض بالكامل في المستقبل. كله فيجوال. نعم. كله فيجوال. نعم، يعني استخدمنا تقنيه يعني في ناس كانت ممكن تتخيل ان احنا هنخش نلاقي اثار واشياء مجسمه، كله بالصوره الفيجوال. نعم، استخدمنا احدث وسائل سبل التقنيه، يعني بنحاول نخدم او نضع احدث وسائل سبل التقنيه لخدمه السيره النبويه. الله. ننتقل معكم الان الى قسم البدايه الفعليه، قسم الانبياء عليهم السلام، البدايه الفعليه لهذا المعرض. تفضل. طبعا هنا قسم الانبياء عليهم الصلاه والسلام كانك تراهم. الله. هذه البدايه الفعليه لهذا المعرض. الله. طبعا الشاشه الضخمه اللي امامنا الان هي تتحدث عن الانبياء، اسماء الانبياء، صور من قصصهم، اماكن بعثتهم. احنا دخلنا على سيدنا يوسف على طول ومصر. نعم. اول ما نعم دخلنا على حظنا. نعم، يعني شعيب عليه السلام في مدين، طبعا هم ثلاث انبياء كانوا في مصر، ايوب عليه السلام في الشام. الله. ايضا بعد ذلك طبعا اسم النبي، صوره من قصته، اماكن بعثته، مثلا ذو الكفل الصابر الصالح عليه السلام ايضا بعث في الشام. طبعا اغلب الانبياء عليهم السلام بعث في الشام. صحيح. اغلبهم بعث في موسى عليه السلام بعث في مصر. وايضا بعده طبعا قصته مع فرعون، واخوه هارون قصته مع التيه بعث ايضا في مصر. طيب هذه طبعا موسوعه شجره الانبياء، هنا جميع الله. الانبياء الوارد ذكرهم في القران الكريم، يعني 25 نبي كل المعلومات المتعلقه بهم موجوده هنا. اذا اخذنا على سبيل المثال مثلا موسى عليه السلام. عليه السلام. موسى عليه السلام يظهر الان كل المعلومات المتعلقه بموسى عليه السلام. الله. مثلا اذا اخذنا الكتاب نزل عليه التوراه. الله. اماكن بعثه، وين بعث؟ بسيناء، الطور، الوادي المقدس. المميز عندنا اي معلومه تقدم بالمصدر، بالمرجع، بمنتهى السهوله وبلمسه يد. نعم، والموضوع يعني سهل بسيط جدا. كل مثلا وصفه عليه السلام، هذا هو وصف موسى عليه السلام، كان آدم، الآدم اللي هو أسمر البشرة. نعم. وكان طويلا عليه السلام، كان جعدا، الجعد اللي هو يعني نقول معضل أو يعني كان مهتم، جسمه قوي، بنيان قوي. نعم. صبط الشعر، شعره مسترسل عليه السلام. جسيما، كان ضخم الجسم عليه السلام. جسمه أحسن ما خلق الله، أحسن جسم خلقه الله في البشر كجسم. الله. هو جسم موسى عليه السلام. وأيضا بالضبط المرجع تظهر لنا قصتهم عليك. المميز لدينا أي معلومة تقدم بالمصدر. المعرض والمتحف ده لازم أنا أنصح بزيارته كل أسرة عندها أطفال، أفضل من أفضل الوسائل أنا شفتها في حياتي لشرح والتبسيط والجذب لشرح المعلومة. نعم.
وبلمسه يد بلمسة يعني يد. بلمسه يد نعم بلمسه يد يتمد الاغلاق وتخش على اي يعني صفه مثلا دخلت على اي معجزاته. شيء معجزاته نعم عندنا 11 معجزه وكله من القران الكريم كل المصادر عندنا المصدر عندنا اثنين القران الكريم والسنه النبويه يعني الحديث الشريف الحديث الشريف نعم طبعا. القران الكريم والحديث الشريف وكلها بالمراجع اي معلومه تقدم بالمرجع الله بالمرجع انا عايز اقعد هنا شويه المعرض ضخم جدا ما شاء الله المعرض ضخم جدا هنا طبعا محطات في حياه النبي صلى الله عليه وسلم محطات في حياته عليه السلام بتسلسل زمني من مولد النبي حتى وفاته مثلا اذا اخترنا قبل الهجره من قبل الهجره 52 قبل الهجره الله. مثلا اذا اخذنا السنه الاولى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد صلى الله عليه وسلم يتيم الاب يوم الاثنين شهر ربيع الاول عام 570 وهكذا في كل سنه لها احداث تتعلق بحياه النبي صلى الله عليه وسلم كل سنه نضغط عليها فيها احداث الله. مثلا عنده 12 سنه هاجر في او سافر في رحله الشام برفقه عمه ابو طالب 25 تزوج بالسيده خديجه رضي الله عنها وزوجاتها عليه الصلاه والسلام نعم وميلاد اولاده وبناته الحدث الابرز في حياه النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين طبعا بعث صلى الله عليه وسلم نزول الوحي نزل عليه الوحي وبعث صلى الله عليه وسلم في الأربعين وكذلك حال جميع الانبياء بعثوا في الأربعين الا عيسى عليه السلام سن الحكمه صحيح. الحدث الابرز نعم سن الحكمه الحدث الابرز في حياه صلى الله عليه وسلم الثاني بعد بعثته هي هجرته صلى الله عليه وسلم من مكه المكرمه الى المدينه المنوره رفقه الصحابي الجليل ابو بكر الصديق رضي الله عنه طبعا احداث كثيره حصلت ولكن طبعًا. هذا ابرزها ومنها ايضا بناء مسجد قباء هذا يعتبر الحدث الابرز الثاني في حياته صلى الله عليه وسلم هذا قسم ثاني ندخل عليه الان هنا مثلا الحديقه المحمديه كل من كانت له صله بالنبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عن يعني نسب الشريف نعم نسب الشريف اكثر من 50 شجره تحكي العائله الكبيره له صلى الله عليه وسلم أي الله. شخص كانت له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ندخل مثلا بنسبه الشريف صحيح تسلسلا من أبيه عبد الله حتى جده إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام الله يعني فهو خيار من خيار اختاره الله سبحانه وتعالى صحيح صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أيضا إذا أخذنا أحفاده عليه السلام هؤلاء هم أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله من رقية الحسين الحسن محسن من فاطمة علي من زينب رضي الله عنهم أجمعين وعليهم السلام جميعا أيضا مرضعات وسلم أسلافه عليه السلام 45 تقريبا اسلاف الله. اللي هم ازواج اخوات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 52 شجره تحكي العائله الكبيره له رائع. صلى الله عليه وسلم رائع طيب انتقل معكم الان الى القسم الثاني وهو قسم شقائق الرجال قسم المراه فضل. قسم المراه نعم حياكم تفضل احنا انا سامع ان في هنا اهتمام كبير كمان بدور المراه في الاسلام نعم المراه كان لها دور فعال في المجتمع النبوي بالضبط لان ناس كثيره مش عارفه حقيقه دور المراه في الاسلام او الصوره الحقيقيه للمراه في الاسلام ده حقيقي وهذا هو دورنا هنا نحن نبين الصوره الحقيقيه للمراه في الاسلام نبدا الان بعطاء النساء عطاء النساء عطاء النساء تفضل طبعا عطاء النساء طبعا هذا قسم من شقائق الرجال قسم المراه هنا عطاء النساء بمعنى المهام الوظائف التي قامت بها المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أخذنا على سبيل المثال أو نبدأ بالتعليم مثلا هؤلاء الصحابيات كنا معلمات ومستشارات أيضا إذا أخذنا العقل والحكم وسداد الرأي هؤلاء الصحابيات كان يستشيرهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن الاستشارة في الأمور العادية وكأنما كانت الاستشارة في الأمور التي تهم الدولة صحيح. الأمور العظيمة هذا يبين لنا أن المرأة كان لها دور إيجابي في المجتمع النبوي زي وقت الحج أي نعم أكيد طبعا أيضا إذا أخذنا على سبيل المثال الطب والتمريض يعني هؤلاء الصحابيات كن طبيبات وممرضات في عهده صلى الله عليه وسلم ومنهم أيضا رفيدة الأنصارية من أنشأت مركز صحي في الإسلام أيضا إذا دخلنا مثلا التجارة أول امرأة أنشأت مركز صحي في الإسلام نعم رفيدة الله. الأنصارية رضي الله عنها رضي الله أيضا إذا أخذنا التجارة هؤلاء الصحابيات كن تاجرات ومنهم خديجة رضي الله عنها زوجة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين رضي الله عنها أيضا إذا أخذنا الأشياء الأخرى مثلا على سبيل المثال الزينة والمكياج يعني نقدر نقول انه هؤلاء الصحابيات كنا يعني زي ما نقول في الايام الحديثه ميك اب ارتست يعني كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله واشتهرت منهم رقم اربعه ام سليم بنت ملحان وام سليم بنت ملحان كانت يعني ام انس بن مالك دي معلومه انا اول مره في حياتي اسمع عنها نعم هي ام انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم ام سليم بنت ملحان كانت متخصصه في زوجات او في ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم تجميلهم والاعتناء بهم نعم الله. نعم الزينه والمكياج كان موجود اذا بالمجمل هذا يرينا ان المراه كان لها دور ايجابي صحيح المراه كان لها دور مهم جدا في المجتمع طب ومشوره ومواقف سياسيه نعم وتجاره وتعليم في كل المواقف وتعليم نعم نتحدث عن اكثر من 60 وظيفه ومهمه شغلتها المراه عشان اللي مش عارف دور المراه في الإسلام
الإسلام الحقيقي لا يجي يعرف ويسمع وكله بالدليل. نعم، الإسلام كفل حق المرأة. طب أستاذ عبد الله، أنا عايزة أعرف اللغات اللي ممكن تكون موجودة هنا في المعرض للشرح، لأن موجود. فيه جنسيات مختلفة، إيه اللغات الموجودة؟ موجود عندنا لغات، عندنا من هنا خيارات تغيير اللغة، يجي عندنا اللغات المختلفة مثل الإنجليزية، الأردو، الإندونيسية، الفرنسية، العربية. مثلا دخلنا الإنجليزية، يظهر لنا الآن كل كم لغة؟ كم لغة مستخدمة؟ ست لغات. ما شاء الله. الهدف عندنا ست لغات تقدم للزوار باختلاف جنسياتهم باختلاف لغاتهم. عظيم، يعني مفيش حجة ولا في عذر على لا أي لا حد أبداً. عاوز يعرف الجميع معلوم. الجميع، أهلا وسهلا بالجميع. أهلا بك. هنا مثلا حقوق المرأة. هنا الحقوق الفعلية للمرأة. استوصوا بالنساء خيرا. نعم، وكانت هذه من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا الإسلام كفل حق المرأة باختلاف أحوالها، كفل حقها كبنت، كأم، كزوجة، كأرملة، كمطلقة. مثلا الصداق، المهر يعطى لذاته التي تأخذه، الوفاء لها بما تم الاتفاق عليه قبل الزواج، يعني ما تم الاتفاق عليه قبل الزواج يجب أن يتم. أيضا الوليمة عند الزواج، أن يكون هناك وليمة. أيضا إعلان الفرح، أن يكون معلن أمام الجميع، هذا أيضا من حق الزوجة. ولها حقوق أخرى كثيرة في الإسلام، من ضمن حقوقها التزين لها، أن يتزين الرجل الزوج. التزين، نعم، التزين الله. لها. ابن عباس رضي الله عنه يقول إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تزين المرأة لي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا يبين لنا كمال الدين الإسلامي، جمال الشريعة الإسلامية. لماذا؟ إن نحن نعيش الآن في عالم متحضر. صحيح. أي إنسان الآن يقدر يقول هذا الكلام. ولا علاقة له بالرجولة ولا بالرجولة. نعم، لا، هذا شيء مختلف. ولكن بالإنسانية. نعم، ونعيش في عالم متحضر، يعني أي إنسان يقدر يقول هذا الكلام. أي إنسان يقدر يقول إن الزوج يهتم بنفسه أمام زوجته سواء هنا أو هناك. ولكن هذا من حقها كزوجة قبل 1400 سنة من الآن. هذا يبين لنا كمال الدين الإسلامي. الله. وجمال الشريعة الإسلامية. الله. لها فقط كزوجة أكثر من 50 حق، نحن نتكلم عن 57 حق فقط لها كزوجة. وكلها بالمصادر. يجي يعرف 57 حق لازم يجي يزور هنا. أي نعم. ويقرأ ويتعلم ويبحث. وما بالكم بباقي حقوقها باختلاف أحوالها، يعني إذا كانت بنت أو أم أو أرملة أو مطلقة. الحقوق الفعلية للمرأة نجدها في الإسلام. صحيح. صحيح. نعم. الحقوق الفعلية الإنسانية اللي بتقدر المرأة. نعم. وده حقيقي. وهذا موجود. أحد يعني من كمال الإسلام كفل حقها بعد موتها، كفل حقها وهي بنت قبل أن تولد. الله. يعني كفل حقها باختلاف أحوالها. صحيح. الآن ننتقل معكم إلى القسم التالي، سنريكم مكة المكرمة والمدينة الله. المنورة في عهد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. تفضل، حياكم الله. هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك معه. نريكم هنا مكة المكرمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في 3D وعندنا مجسم يحاكي مكة المكرمة في عهد عليه السلام. طبعا هناك أكثر من 120 عالم عملوا على المجسمات، وكنا حريصين جدا أن ندقق في الأماكن التاريخية. وهنا الكعبة الشريفة، هذا شكلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن نجيبها تاني من الأول؟ هنا نريكم إياها في المجسمات. يعني مثلا سنضغط الآن على الكعبة المشرفة، تظهر أمامنا. طب ثواني بقى، لما تبقى معنا الكاميرا هتيجي معنا دلوقتي. المشرفة، نعم، الكعبة المشرفة هتنور. الله، هذه هي الكعبة، هذا شكلها التقريبي في عهده صلى الله عليه وسلم. أيضا مثلا حجر سيدنا إسماعيل عليه السلام. إذا ضغطنا على أي مكان سينير أمامنا. الله، طب لحظة بقى، مقام سيدنا إبراهيم. أي مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذا ده مش حبام الكاميرا. أيه، نعم. ممكن نضغط على بئر زمزم. دار أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها. الله، هذا هو دار أم المؤمنين السيدة خديجة اللي هي جنب المكتبة حاليا. أي نعم، حاليا جنب نعم. المكتبة جنب جبل جبل المروة. بجانب جبل المروة، هذا هو جبل المروة. الله. نعم، دار عبد الله بن عبد المطلب، ولد النبي صلى الله عليه وسلم. دار والد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عبد المطلب. نعم، موجود. الله، هذه أيضا مثلا إذا رحنا للجبال الآن، ننتقل إلى معالم طبيعية. معالم طبيعية، نعم. مثلا جبل الصفا. جبل الصفا يظهر الآن أمامنا، جبل الصفا. الله، جبل المروة مقابل له. جبل المروة يظهر الآن هنا، جبل المروة. أوبس. نعم، ده هنا السعي دلوقتي. نعم، والسعي كان بين البيوتات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم طبعا مجسم يحاكي مكة المكرمة. أيضا مثلا جبل ودي سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم في منتصف مكة المكرمة. نعم، هذا هو. الله. نعم، طبعا كل ما ترونه الآن أصبح داخل الحرم، داخل ساحات الحرم. جبل سيدنا عمر هناك في الجنوب. اللي نعم. هو ده. نعم. ننتقل معكم الآن إلى المدينة المنورة. إبهار والله. هنا المدينة المنورة و طيبة. طيبة. ويعني لا تذكر المدينة إلا واهتزت الأنفس. الله. وهاجت المشاعر. وطربت القلوب وفاضت الدموع وهيمن الشوق وعذب الحب
وفاء حارج السلواني. وهذا عايض دلوقتي. هذه طيبة وهذه طابة، يكفيها فخرا هذه المدينة المباركة أن الله سبحانه وتعالى اختارها موطنا لنبيه عليه الصلاة ومكانا والسلام. لكي يرى فيه جسده الشريف صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة كما والسلام. تلاحظون أرض سهلة ذات زرع مليئة بالمزارع مليئة بالنخيل يمتصفها المسجد النبوي الشريف. نبدأ مثلا بالأبواب، ده مجسم كامل رائع، مجسم كامل نعم، وأي معلومة الآن ستضيء أمامنا. مثلا الأبواب في المسجد النبوي الشريف باب السلام، باب السلام, باب السلام. أيضا إذا أخذنا مثلا مكان أهل الصفة اللي هم الفقراء من المسلمين كانوا يسكنون داخل المسجد النبوي الشريف. الله نعم. أنا عايزة بس أقول للجمهور إن كل مكان بيتكلم عنه الأستاذ عبد الله هنا بينور قدامنا نعم. بالضبط بشرح تفصيلي ويعني وبوصف مثلا كامل. حجرة عائشة رضي الله عنها، حجرة ستنا نعم. عائشة أيضا بيوت الصحابة الله. مثلا عمر بن الخطاب، مثلا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم. واحدة واحدة بالراحة علي عشان قلبي مش مستحمل. بيت سيدنا عمر وبيت سيدنا علي. هذا الآن اللي ينير الآن أمامنا دار علي بن أبي طالب وفاطمة ستنا الزهراء. ستنا فاطمة الزهراء. يعني كانت الله. دارها قريب من ديار أبيها. طبعا. نعم. مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه. عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذه دار عمرو بن العاص رضي الله عنه. رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. مثلا مقبرة البقيع، هذه مقبرة البقيع. في شرق المسجد النبوي الشريف وما زالت في نفس المكان، وما زالت في نفس المكان طبعا. ويا سعد ويا هناه وسعت، يعني هذا الموت في المدينة له فضل طبعا. الموت في المدينة انا بقول يا سعد ويا هناه له فضل نعم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف من استطاع منكم ان يمت بالمدينة فليمت فاني اشفع لمن يمت بها. طبعا هذا شرف كبير وهذه شفاعة خاصة لكل صحيح. من حديث يموت في صحيح مرة. نعم رواه النسائي في السنن الكبرى وهناك صحيح. احاديث كثيرة بهذا المعنى. الله نعم. طبعا كل ما ترونه امامكم اصبح داخل الحرم، داخل ساحات الحرم باستثناء البقيع، البقيع ما زال خارج ساحات المسجد النبوي. مدينه نور العين نعم صحيح. المدينه المنوره الجميله يعني التي نحبها المحبوبه يعني محبوبة. والمدينه التي نحبها بشكل كبير واللي جدا. بيسعدنا ويشرفنا ان احنا فيها حاليا. نعم هذا حقيقي. شرف كبير نعم الحمد لله. نفس المجسمه اللي احنا شفناه دلوقتي هو هنا فيجوال على الشاشه مش كده؟ نعم موجود الان بتقنيه 3D هنا نقدر ايضا نشوفه. احنا سندخل داخل المسجد النبوي الشريف. طبعا هذه المنطقة المغطاة هي منطقة المصلى التي كانوا يصلون فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والآن نحن ندور داخل المسجد النبوي الشريف. هذا هو باب جبريل عليه السلام. الآن نحن نرى المدينة المنورة من الأعلى، دار أبو أيوب الأنصاري الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم، الجهة الجنوبية اللي هي قبلة المسجد المصلى، باب السلام، باب الرحمة، باب جبريل، باب الشمالي، مكان أهل الصفة. هذا هو المسجد النبوي في عهده صلى الله عليه وسلم. أهل الصفة اللي هم كانوا فقراء المسلمين. نعم الفقراء من المسلمين الذين لا يمتلكون مأوى كانوا يسكنون داخل المسجد الشريف، وهذا يرينا البعد الإنساني للدولة. التكافل الاجتماعي. نعم التكافل صحيح. الاجتماعي الموجود في عهد الصفة كان يعني يعتبر أول مأوى في الإسلام. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهم سكنوا بجانب بعضهم البعض في المنطقة الغربية للمسجد النبوي الشريف الشرقية عفوا، دار عمرو بن العاص خالد بن الوليد. نحن الآن نرى ديار الصحابة من الأعلى ونستمر في هذا الأمر، دار أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان. إيه الجيرة دي؟ الله يعني أكبر يعني إيه الجيرة دي؟ هذا شرف كبير يعني الآن نمشي في داخل شوارع المدينة أو طرقات المدينة. هذا هو شكلها التقريبي. نعم كنت قلت لي هتكلمنا عن اول وثيقه سلام نعم. في الاسلام. اول وثيقه سلام وجدت في عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه المنوره وتعاهد مع اليهود، وهي اول وثيقه موثقه في التاريخ موجوده عندنا في الاسلام في التاريخ بشكل التعايش عام. السلمي نعم، وهذا يدير على التعايش السلمي موجوده عندنا. اول معاهده سلام للتعايش السلمي بشكل نعم. عام وجدت في المدينه المنوره. وجدت في المدينه المنوره على يد سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم. للتعايش مع اليهود نعم للتعايش مع اليهود ومع اهل المدينه ايضا. دار عمر الخطاب هكذا ويعاد ايضا الامر من جديد. الان ننتقل معكم الى قسم خوخه ابي بكر الصديق. خوخه ابو بكر الصديق لانه كان عنده اكثر من دار. الخوخه هو البيت او المكان الذي يفتح المسجد الشريف ما شاء الله، يعني يستطيع ان يدخل منه مباشره المسجد الشريف على المسجد. هذه اسمها الخوخه. طبعا هو عنده ديار ومنها ايضا عبد الرحمن بن عوف. يعني بالمناسبه عبد الرحمن بن عوف هو من اغنى او يعني صحيح. اغنى الصحابه رضي الله عنه. يعني كان يعتبر نقول كان مليونير ما شاء الله يعني في ذاك الوقت. أجمل إنسان في الكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قسم يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ضخم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه فيه كل ما هو متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه فضائله شعار المعرض المتحف النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه وكل نعم شيء يخص ويخص السيرة وهذا التاريخ كأنك تراه ويخص أيضا كأنك تراه في وصفه صلى الله عليه وسلم. أيضا عندنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني القسم هذا ضخم جدا فيه كل ما متعلق أخلاقه فضائله سماته الأثاث والمقتنيات
ما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، الطعام، اللبس، يعني موضوع ضخم جدا، يتحدث عن كل ما استخدمه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قيمة الطعام والشراب، إشارات النبي وإيماءاته، إشارات وإيماءاته، نعم، أي إشارة أشار بها موجودة، نعم، هذا يعني قسم ضخم جدا. تفضل. الأماكن والبلدان التي زارها، الوسائل التعليمية طبعا موجودة، النبي والرياضة، النبي والإنسان، حقوق الإنسان، حقوق الفعلية الإنسان نجدها في الإسلام موجودة، الروائع، الذوق والأناقة والإتيكيت، كيف كان إتيكيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أناقته صلى الله عليه وسلم في التعامل بالعموم، دي حقيقة. أيضا هنا أروائع الأشواق واللثم والأناقة، كل من نال شرف أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله صلى الله عليه وسلم موجود هنا، الاقتداء والاقتفاء من الصحابة رضي الله عنهم، اللوائح الشرف، لوائح شرف الرجال، لوائح شرف النساء، لوائح شرف الأطفال. مثلا إذا أخذنا لوائح شرف النساء، هؤلاء النساء كانت لهم مواقف مشرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه مثلا من تشرفت بأن احتفظت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة، أم سلمة الأنصارية مثلا، من تشرفت بأن أبعدت أذى المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابنته فاطمة، من أجلسها النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، ابنته فاطمة أيضا رضي الله عنها، وهكذا كل من كانت لها موقف مشرف من الصحابيات، من كان لهم موقف مشرف مع النبي صلى الله عليه وسلم موجودين هنا، يمكنكم القياس بذلك على باقي لوائح الشرف. من تشرفت بأن أجار النبي، من أجارته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم موجودة، أم هاني الهاشمية، أجرنا من أجرت يا أم هاني، الله. نعم. أيضا من تشرفت بأن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستأذن أزواجه أن يمرض في بيته، هذا من العدل بين الزوجات، ستنا عائشة استأذن أزواجه وكان يطبق في بيت عائشة رضي الله عنها، هذا أيضا من حبه لعائشة. أنا بطمنكم إحنا هيبقى معنا صور كاملة أكتر، يعني لكل حاجة موجودة في المكان الرائع الجميل ده، ولينا زيارة كمان تانية إن شاء الله بإذن الله. هنروح فين دلوقتي؟ أنتقل الآن معكم إلى المتحف الحضاري. متحف الحضاري، المتحف الحضاري، نريكم الأثاث والمقتنيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم موجود في عهده. مثلا هذه العنزة عندنا، الأسماك الأعلى كأنك تراها، أيوة، كأنك تلمسها. عندنا ثلاث خيارات، نعم، عرض الوصف، عرض الحديث، التحكم الحر. هذا هو التحكم الحر بتقنية الماجيك بوكس، نقدر نشوفها، نكبر، نصغر، نلفها، نقدر نلفها. أوه. أيضا موجودة العنزة، العصا التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي لها رأس مدبب كان يتكئ به، وكان يستخدمه احيانا كحربه في الحروب، يستخدمه في الحروب، وايضا كان يحمل عليها متاعه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا هو شكلها التقريبي، العنزة او العصا التي كانت تتكئ عليه. المميز عندنا كله يقدم بالمصدر، كله يقدم بالمصدر، بالمصدر. عندنا ثلاث خيارات في الاسفل، عرض الوصف ولا عزاء للمشككين، نعم، عرض الوصف وعرض الحديث وايضا التحكم الحر كما هو ملاحظ أمامكم. عندنا مقتنيات كثيرة، نحب ننوه أن المقتنيات التي تشوفون الآن وضعت بناء على الوصف، وضعت بناء على ما تم ذكره، مزبوط. هي ليست أشياء حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب، نعم. كما ذكرت في الكتب، نتكلم عن 3000 قطعة، 3000 قطعة تقريبا كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا، تفضلوا، حياكم الله. ومن ضمن الإبهار اللي موجود هنا في المعرض والمتحف، في متحف السيرة النبوية، قاعة سينما 4DX لعرض كل المواد اللي احنا شفناها وبتتكلم عن السيرة النبوية بشكل عام عن طريق فيلم سينمائي 4DX، شيء مبهر الحقيقة.